الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب جمع الجوامع للشيخ الإمام القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي. وقفنا عند قوله: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة. مترادفة يعني ألفاظ متعددة لمعنى واحد. هذا معنى الترادف. الترادف هو، قلنا هذا في الفرض والواجب، الترادف هو اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، أو تعدد اللفظ واتحاد المعنى. وسيأتي فيه كلام أنه مختلف فيه، هل هو واقع في اللغة أو لا، وهل هو واقع في القرآن أو لا، وإذا كان واقعا في القرآن والسنة فما السر، ولماذا مع أنه على خلاف الأصل. هنا قال: والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة، يعني يعبر بأحد هذه الكلمات عن الباقي. فإذا قالوا، ونظرتم في كتب الفقه أنهم قالوا مثلا والمضمضة مندوبة في الوضوء أو مستحبة أو سنة، أو يقال صلاة الضحى تطوع مثلا، كلها ألفاظ يعبر بها عن معنى واحد، وهو المطلوب طلبا شرعيا من غير جزم، يعني من غير ترتيب عقوبة على الترك. خلافا لبعض أصحابنا، هذا إشارة إلى القاضي حسين من الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه وله غرائب، ومن مصنفاته التعليقة في الفقه، وهي مطبوعة الآن في مجلدات متعددة، القاضي الحسين. خلافا لبعض أصحابنا بأن قال القاضي حسين: المندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، والتطوع ما أنشأه المكلف من الأذكار والأوراد. يعني لا تقول إني أنت الآن كنتم في انتظار، فبعضكم يسبح وبعضكم يقرأ القرآن وبعضكم يطالع في كتاب من كتب العلم، فهذا تطوع. يعني لا يقول أنني وأنا أقرأ مثلا في الكتاب انتظارا لبدء الدرس أنا أفعل سنة، يقول هذا تطوع. واحد ما أمسك المسبحة وجلس يسبح يقول أسبح إلى أن يبدأ الدرس، هذا تطوع، لا يقول أنا أفعل سنة. هذا على إيه؟ على تفرقة القاضي الحسين. قاضي الحسين هذا من شيوخ إمام الحرمين. والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يتركه إلا نادرا أو لعذر. وذلك كسنن الرواتب، سنن الرواتب. إذن جعل القاضي حسين ما طلبه الشارع طلبا غير جازم مراتب، وهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في إعطاء كل مرتبة اسما ودرجة في القوة. وأعود إلى ما ذكرناه من قبل، القاضي الحسين هو أصولي وله كتاب في الأصول، نعم، لكنه مشهور بالإيه؟ بالفقه، يعني هو من الأصوليين الفقهاء، والفقهاء من الأصوليين على اختلاف مذاهبهم يميلون وينحون نحو التفصيل. أما المتكلمون من الأصوليين فينحون نحو الإجمال والاكتفاء بالعناوين الكبرى، بأن يقولوا عندنا مطلوب طلبا جازما رتب الشرع فيه عقوبة على الطرد، ومطلوب طلبا غير جازم بمراتبه، اكتفونا بهذا. لكن للفقهاء تفصيل، هذا التفصيل احتاجوه لتحقيق مقاصد علمهم وهو الفقه. فإننا مثلا في سجود السهو نحتاج إلى مثل هذا التقسيم، كما قال العلماء: من ترك سنة مؤكدة فيسن له سجود السهو، ومن ترك سنة خفيفة فلا يسجد السهو، ومن ترك سنتين خفيفتين يسجد للسهو. فجعلوا سنتين خفيفتين قائمتين مقام إيه؟ سنة إيه؟ سنة مؤكدة. فمن ترك سنة خفيفة لا يسجد للسهو، ترك سنتين يسجد للسهو. احتجنا إلى التفرقة بين السنة الخفيفة والسنة الإيه؟ والسنة المؤكدة، لأنه ترتب عليها إجراء وحكم في العبادات ولا لا؟ كذلك في قضية اللوم على الترك، إن من ترك السنن المؤكدة يلام، ومن ترك السنة الخفيفة لا يلام. فهذا تفصيل، يعني هل هذا خلاف؟ ليس خلاف، لأن كلا تكلم بما يتناسب مع مقاصد فنه ومقاصد علمه. فلا الجمهور من الأصوليين مقصرون في عدم التقسيم، وقالوا الجميع ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، الكل، واقتصروا على ذلك. لكن الفقهاء نحتاج إلى تفصيل، نحتاج نفصل. فصنعتهم أوجبت عليهم مزيد تفصيل، وهذا هو الفارق الرئيس بين منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء، وليس أن هؤلاء يقاعدون من خلال الفروع وهؤلاء يقاعدون من خلال الأدلة. أنا قلت لكم بالتتبع، هذا كلام غير علمي، هذا كلام غير علمي، إنما الكل يفرع، الكل يؤصل من خلال فروع الأئمة الجميع. فالمالكية يقعدون من خلال تصرفات الإمام وعمله في الاجتهاد، كذلك الشافعي، حتى مع أن الإمام الشافعي كتب الرسالة، وغيرها من كتب الأصول أو التي تعد أصولا كجماع العلم واختلاف الحديث
وفي كثير من المواضع في كتاب الأم. لكن بعض العلماء انتقد تقسيم أو التفرقة التي عملها القاضي حسين، انتقد هذه التفرقة بأمور، منها أن الضابط الذي وضعه القاضي حسين منخرم غير مضطرد، فإن صلاة الكسوف سنة مؤكدة مع أن النبي فعلها مرة واحدة، ويقول ما فعله النبي مرة أو مرتين مستحب. فقال الكسوف لم يفعل إلا مرة واحدة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فالسنن التي فعلها في الحج فعلها مرة واحدة، السنن التي أداها يعني أثناء الحج أديت مرة واحدة، ومع ذلك هي سنن مؤكدات. وكذلك بيان النبي للصلاة في البعض، كما قلنا في صلاة الكسوف، وكالاستسقاء، رفع يديه في الاستسقاء فعله مرة واحدة، هو سنة ولم يقل إنه تطوع. فالضابط الذي وضعه القاضي حسين غير مضطرد، يعني تخلف في مواضع متعددة في أمور فعلها مرة أو مرتين، وأطلق عليها أنها سنة ولم يطلق عليها أنها مستحب. والأمر الثاني ما جاء في حديث طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين التطوع وبين الفريضة واسطة، ومقتضى هذه التفرقة أنه جعل وسائط، جعل وسائط في باب واجب وسنة مؤكدة ومستحب وتطوع، والكل قالوا إن الكل يطلق عليه مندوب. قال هنا وهو لفظي، يعني الخلاف لفظ، يعني لأنهم متفقون جميعا أن ما طلب طلبا غير جازم لا إثم في تركه، ومتفقون كذلك أن المستحبات مراتب، إلا أنهم اختلفوا هل لكل مرتبة اسم خاص وحكم خاص أو لا. والواقع أن الخلاف لا يقال له هنا لفظي ولا معنوي، وإنما يقال إنها تعدد أقوال لتعدد مقاصد العلماء ومقاصد أهل كل ذي علم. أما في مراتب المستحب فهذا شيء معلوم مقرر،
أنه ليست كل المستحبات، سموها كلها إيه؟ مستحبات. أن ليست كل المستحبات على درجة إيه؟ على درجة واحدة. حتى إن المالكية يسمون ما علا وما ارتفع وما تأكد من المستحبات يسمونه سنة واجبة، ولا تعارض، ولا تعارض كما قد يتوهم متوهم أن سنة تنافي الوجوب وأن الوجوب ينافي السنية، فجمعكم بين الوجوب والسنية جمع بين متباينات، كما قالوا في الواجب المخير، قالوا كيف يكون واجبا؟ يكون مخيرا، فإذا كان واجبا فلا تخيير، وإذا كان مخيرا فلا وجوب. وقال بعضهم هنا إذا كانت سنة فلا وجوب، وإذا كانت واجبة فلا سنية. إذا السنة لها مفهومها وحدها، والواجب له مفهومه وحده. قالوا لا، يعني هي كأنهم جمعوا بينهما ليقولوا إنها سنة عالية قريبة من الوجوب، لأن المعاني تضعف وتقوى، فهذا الشرع يحبه، لكن مدى الحب، مدى الحب، فالشرع يحبهم، لكن إذا تركته يلومك، أو إذا تركته متعمدا يلومك، أو إذا كررت تركه يلومك، وهذا مستحب أيضا، لكن إذا تركته أو فعلته أنت بالخيار على حسب رغبتك في الثواب، لأن استعدادات الناس، وهذا من فلسفة التشريع وحكمة الحكيم الذي أحكم هذا الدين وهذا الشرع، يعني لو فرض عليك شيء أو طالبك بشيء وقال لك لا تفعل أكثر منه، وإذا فعلت أكثر منه عاقبتك على الدوام، أو لم أقبل منك، فربما يحرم القلوب التواقة للخير التي عندها، ليس كلنا عندنا قدرة واحدة وصبر واحد وفراغ حتى، يعني فينا الذي تستهلكه أعماله المعيشية، فلا يقوى إلا على أداء الفرائض وبعض النوافل، وإذا كان يقرأ بضع آيات وينام، وفي لعت النهار فاضي، ما قروا شيئتين وقعت النهار فاضي. طب ده إذا كان في قلبه محبة الخير كيف يمنعه الشر؟ كيف يعطل هذه الطاقة؟ فجعل فتح باب وضبط في مواطن، وقال لا تزيد على 4 ركعات في الظهر، لكن بعد الصلاة إذا أردت أن تتطوع معك إلى العصر، فهذا يذهب إلى عمله، وهذا يجلس في المسجد، وهذا يستريح، مع فتح الباب لمن أراد الزيادة، فتحا لأبواب الخير، وجعل هذه الزيادة، هذه النوافل، لأن النافلة معناها الزيادة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب إيه؟ نافلة يعني زيادة. كيف يكون يعقوب زيادة؟ لأن غاية الإنسان، غاية ما يتمنى، أن يرزق بولد خلف، وبالذات إذا كان كبير السن، غاية أن ربنا يرزقه بمولود. فإذا قال له سترزق بمولود
وبحفيد أيضا، هذا إيه زيادة عما يتمناه. ويعقوب إيه نافلة يعني زيادة. ففتح هذا الباب وجعله مراتب، كما قلت لكم المعاني تقوى وتضعف، زي الألوان والطعوم والروائح. فنفس الرائحة إذا ركزت تبقى شديدة، تبقى نفاذة، أو تضعف تضعف حتى تكون مثل الروائح اللي أنتوا بتشتروها كده فيها 80% كحول. ففي الأمر ضبط لهذه الزيادة، وكأن الشرع ملاحظ وضع كل معنى من المعاني، وإن كانت في صندوق واحد أو في رف واحد اللي هي المندوب، إلا إني وهي داخل الرف الواحد درجات، فمنها ما هو قريب جدا من المباح، ومنها ما هو قريب جدا من الوجوب، وقد يتلامس مع خط الوجوب، يتلامس مع خط الوجوب. تفهم هذا يا فخري؟ ما تفهم يعني يتلامس مع خط الوجوب؟ يعني لو قلنا مثلا إن مرتبة المندوب من أول الخشب، هذا من أول الجدار، من أول الخشب إلى الآخر، فهناك مندوب في هذا المربع الأول، ومندوب في المربع الثاني، ومندوب في المربع الثالث، ومندوب في المربع الرابع، ومندوب في المربع الأخير. فالمندوب الذي في المربع الأخير قريب من الإيه؟ من الواجب. لماذا؟ لأن المصلحة الكامنة فيه في فعله مصلحة عالية تقرب من مصلحة الواجبات، والذي في الأخير من أسفل مصلحته مصلحة تقرب من مصلحة المباحات، والمباح فيه مصلحة، المباح فيه مصلحة، ولكنه منظور فيها إلى حظ المكلف. وهنا في مصلحة لكنها ليست فالذي في الدرجة الخامسة هذه، طبعا ليست هناك درجة خامسة في كتب الأصول، أنا هذا تمثيل مني، فقد تكون درجة عاشرة، قد تكون 20. فالذي في الدرجة العليا هذا يقولون سنة مؤكدة، يقولون سنة واجبة، يقول الحنفية سنة قريبة من الوجوب وعليه. فيختلف فيما هو في خط التماس مع الواجب، هل هو سنة أو واجب؟ أنتم حينما تقرؤون في كتب الفقه تظنون أن هناك بونا شاسعا واختلافا واسعا بين القائلين بالوجوب والقائلين بالسنية، وأنا لا أجد فرقا، لأن الذي قال بالسنية مثلا الوتر، الذي قال بالسنية لم يقل إنها سنة قريبة من المباح، لك أن تفعلها وأن لا تفعلها، وأن تتركها مدى حياتك، أو أن تتركها الأمة، هذه المعنى الكلي اللي أنا ذكرته قبل هذا، لم يقولوا هذا. من قالوا إنها سنة قالوا سنة في أعلى مقامات السنية. طب ومن قال إنها واجب قالوا إن وجوب الوتر، يعني الحنفية لما قالوا الوتر واجب، عندكم كده الوتر واجب يا حنفية؟ يا حنفي الوتر واجب؟ هل هو واجب وجوب صلاة الفجر؟ واجب وجوب صلاة العشاء؟ يعني من ترك الوتر مرة نقول له أنت كأنك تركت العشاء؟ يعني لما قال إنه واجب قال وجوب في أدنى درجات الإيه؟ الوجوب، لأن الوجوب أيضا درجات، والمحرمات دركات أو مراتب، ففي صغيرة، فيه محرم،
فيه كبيرة في أكبر الكبائر، ومن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، صح؟ هل هما في درجة واحدة؟ حتى الشرك بالله وعقوق الوالدين هما في درجة واحدة؟ لا، مش في درجة واحدة. أليس معنى أن العق لوالديه مخطئ ومرتكب كبيرة ومتجاوز أن تخرجه من الملة؟ أن تخرجه من الملة؟ لا أبدا. نعم، وقد يتوب الله عليه ويصلح الله بينه وبين والديه، وقد يتسامحان، ما تدري ما تدري، هذا شيء كوني قدري، الله سبحانه وتعالى يدبره. لكن احنا في الأحكام الفقهية. ولذلك يقول المالكية بقى عندهم شيء السنن الواجبة، فيتكلموا على الوتر من السنن الواجبة، العيدين من السنن الواجبة، صلاة الكسوف من السنن الواجبة، الجماعة من السنن الواجبة. ولذلك المعركة الكبيرة اللي دايرة بين المتدينين أو يعني نصبوا أنفسهم يعني غيورين على الشريعة أو على الفقه بس بدون علم، يعمل لك مشكلة كبيرة في قضية الجماعة. لا، الجماعة حضور الجماعة واجب إلا على المعذور. هذا قول في مذهب، ومذهب الجمهور أنها مندوب سن. طيب، في فرق كبير بين القولين؟ لا يوجد إلا فرق خفيف شعرة، لأن من قال إنها سنة قال هي سنة واجبة أو مؤكدة لا يليق بالمسلم أن يتركها، وإذا تركها من غير عذر يلام. وهم قالوا إذا تركها من غير عذر يشتد اللوم، بس لا يكون كترك الفريضة، لا يكون كترك الإيه؟ ذات الفريضة. وعليه بناء على هذا ظهرت تأويلات في الأحاديث الواردة. فالأحاديث الواردة مثلا: لقد أمرت بالصلاة أن يؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. طيب، لو القضية قضية أن المتخلفين عن الجماعة دولت يستهلوا تحريق البيوت من أول جماعة يتركوه، كيف يعلم الإمام أو النبي أو الندى في البيت أو مش في البيت؟ ما يمكن في السوق، ما يمكن في المزرعة، ما يمكن في المريض. فمعناه أنه ثم إن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام على هذا الهم سيترك الجماعة. ثم أخالف، يعني ثم آمر رجلا فيؤم الناس. أبو أنت خدان. فمن هنا قالوا هؤلاء الذين يديمون أو كانوا من المنافقين يعلمهم رسول الله. طب احنا ما لا نعرفهم. والبعض أولها بصلاة الجمعة، لكن طبعا صلاة الجمعة محتاجة إلى خطبة ومحتاجة إلى إمام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هذا. والبعض حمل هذا لأنه هم ولم يفعل، حمله على شدة النهي أو خرج مخرج الحث والإلهام، مخرج التعنيف زي كده إيه، من حلف بغير الله فقد أشرك، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فقد كفر، إلى غير ذلك، من غش فليس منا، ليس منا من لطم الخدود. فهذا من باب التشديد وليس من باب تقرير الأحكام التي بها
يستحق الإنسان تحريق البيت و من هنا قال العلماء سنة واجبة، والأضحية آل فيها ذلك أيضا، أو سنة قريبة من الوجوب. ولذلك لما تقرأ في كتب الشروح تجد التالي، تجد أن بعض الشراح إذا قال المتن المصنف المتن إذا قال وصلاة العيدين سنة، فالشرح يقول إيه؟ أي واجبة. ويأتي متن آخر في نفس المذهب ويقول وصلاة العيدين واجبة، يوم الشرح يقول إيه؟ أي وجوب السنة. فهمتم اللي بعد كده احنا بن ايه نذق حتى يكون عندك ذائقه فقهيه واصوليه تدرك بها، لا تدرك المعاني بل تنفذ الى ادراك مراتب المعاني، الى ادراك مراتب، فتضع كل معنى في مرتبته، مش الرف كامل، لا الرف نفسه فيه مقامات فيه درجات. وكذلك الناس في امتثالهم، فمنهم الممتثل تمام الامتثال، ومنهم الممتثل نصف امتثال، ومنهم الممتثل في أدنى درجات الامتثال التي بها يسقط الفرض عن نفسه. بس كده يعني ايه نجح بـ50. وإن الرجل لا يدخل الصلاة كما جاء في الحديث ليس له إلا نصفها، ليس له إلا ربعها، ليس له إلا عشرها، حتى في الامتثال. وعلماء اللي هم تهذيب النفوس ومداواة النفوس تهذيب الأخلاق بيشعروا بالمعاني دي، عندهم حساسية شديدة في هذا الأمر. فيقول صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، ودي في من حيث الاعتبار والمعاني صحيح، لكن اللي بينكروا عليهم يقولوا ما فيش وما وردش كده، ما وردش هذا التقسيم. لهم لا، بس المعنى موجود، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وإيه وشرابه، مع إنه فقهيا لو قعد يشهد زور طول النهار وصائم وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة، والله صائم صيام صحيح. أما يجي للشيخ يسأله يقول له صيامك صحيح، ويقول له طب أعيد الصيام تاني أو أقضيه، يقول له لا فقهيا لا. فاهمين؟ وفي بقى إيه بدأ يحصل تمييز، أنا توسع سنة تمييز عند العلماء في مستويات الخطاب فيما خرج في أشياء، أحيانا أشياء تخرج مخرج التجديد وهي في الحقيقة هي سنة، وهي سنة. في أشياء يتناولها من يحتاج إليه، فلا تقول سنة على الدوام، ولا تقول واجبة على الدوام، ولا تقول إن حتى مباحة على الدوام، يتناولها من يحتاج، من يحتاج إليه. دي حساسية في فهم النص، الضجعة أو النوم الخفيفة التي كان النبي ينامها أو يضطجعها بين أذان الفجر والإقامة، من يحتاج إليه. جلسة الاستراحة من يحتاج إليه، ملاحظة إعطاء كل معنى إيه مرتبته، إعطاء كل معنى مرتبته، وبذلك سيكون هناك بصر نافذ في فهم النصوص، وبخاصة لمن يشتغل بالمقاصد اشتغال حقيقي، مش اشتغال شكلي او اشتغال صوري او اشتغال من باب ركوب الموجة واني
سلعة رائجة الآن، والمقاصد، وأريد أن أكتب في المقاصد، ومش عارف أفعل في المقاصد، وأسجل في المقاصد، وأعمل بحث في المقاصد، وأشارك في مؤتمر في المقاصد، عشان في المقاصد. لا، اللي بيشتغل بقى بالمقاصد هيكون عنده حاسة غريبة جدا، حاسة يعني ما يدركهاش إلا اللي هو إيه، الصنايعي في الفقه والأصول. العلماء بيقولوا هذه الصنعة، هذه الصنعة، هذه الصنعة. حد ما خلونا صنايعية، ويا ريت يعني. فلما ينظر إلى مصلحة الشيء الوارد، الحث، الشيء الذي يحث عليه الشرع، ما ينظر في مصلحته ويلاقي مصلحته تلاقت مع مصلحة أقل الواجبات، حكم بالوجوب. يلاقي المصلحة نزلت عن أقل أدنى الواجبات، يحكم بالسنية. وهنا تتفاوت الأنظار شيئا بين العلماء بعضهم مع بعض، يبقى بالنظر إلى لغة الحديث في الحث، لغة الحديث في الحث، أو لغة القرآن في الحث، وبين المصلحة المتوقعة من هذا الفعل. فإذا الآية تتلاقى مع مصالح المندوبات، وضعها في المندوبات، وبعدين ينظر نظر آخر ليضعها في أي سلم أو أي درجة من درجات، من الدرجات في سلم المندوبات، سيضعها في سلم معين، وهكذا. وقد يتفاوت الناس، فيكون المندوب بالنسبة لطالب العلم غير المندوب بالنسبة لغيره من ممن لا يشتغل بالعلم، وبخاصة إذا تعارضت. كيف تتعارض؟ مثلا جلس الإمام مالك يحدثه رجلا طالب علم جاي من خارج المدينة ومسافر، فجلس يحدثه، فأذن للصلاة، صلاة الظهر، فقام ليصلي ركعتين، فقال له اجلس، فما الذي قمت إليه بأولى مما أنت فيه؟ طبعا مش معناها رخصة لكم إن كنتوا تسيبوا المندوبات وتسيبوا السنن الراتبة، دي حالة خاصة في وقت خاص مع هذا الإمام، يعني فرصة معينة أتيحت له ربما لا تتاح. إذا صلوا الظهر سينشغل الإمام بحلقة، سينشغل الإمام بالذهاب إلى بيته، عنده موعد مع طلاب آخرين، فدي يعني لا تأخذوها رخصة لترك المندوبات. ولكن أنت يعني ينبغي أن يقدر الأمر. ولما عوتب الإمام مالك في ترك بعض السنن، كالصيام والجهاد النافلة، هو فرض الكفاية، فقال يا هذا، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب إنسان فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة، ورب إنسان فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الجهاد، ورب إنسان فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، وأنا راض بقسمة الله لي. بس طبعا بدون إعمال هوى، يعني كلام أئمة، مش كلام ناس قاعدة بتتربص وتتوخى أمر التفلت من التشريع. لا، وبيزن كل شيء يضعه في منزلته، وأنا راد، لأن فتح، إذا فتح، وهنا بقى اللي أرباب السلوك وتهذيب النفوس، ويقولون يعني إيه، إذا فتح لك باب من الخير وجدت نفسك فيه فالتزم، يبقى رضا الله عليك في هذا الباب، والعلامة إنك تنجح
وتثمر. علامة العلامة إن مش العلامة إنه يبقى موافق هواك بقى عشان خاطر أنت صوتك جميل والناس بتحب تصلي وراك بس لا، يفتح لك باب وولكته بإخلاص ووجدت نفسك فيه فتشبث به، هذا باب جيد. وذلك بعضنا يلين له الصيام في مثل هذه الأيام إلى أن يتلذذ بالصيام، وناس تتلذذ بخدمة الناس، لا لأجل أن يقال، لا هو بيخدم الناس أيا كان، من يلقاه من الناس يخدمه يعين هذا ويساعد هذا ويدعم هذا، وهو لاقي نفسه في الموضوع ده، فهو فتح له فيه، قد لا يفتح لغيره فيه. وهذه أرزاق الله، الله هو الذي يقسمها وهو الذي يوزعه سبحانه وتعالى. ثم قال الساعة كم؟ ولا يجب بالشروع، يعني لا يجب المندوب إذا شرع المكلف فيه، يعني الشروع في المندوب لا يصيره واجبا، بل هو مندوب ابتداء ومندوب في الأثناء ومندوب في الانتهاء. وهذا هو المعتمد عند الجمهور، لكنهم اتفقوا أولا أن إتمام المندوب بعد الشروع فيه أفضل من قطعه، هذا محل اتفاق. واتفقوا على أن إتمام الحج والعمرة المندوبين، واحد بيحج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو بيعتمر للمرة الثانية، عند الشافعية يجيبون العمرة، خلينا في الثانية، فإذا تلبس بالإحرام وجب عليه المضي فيه وإتمامه، ولا يجوز له أن يقطعه، هذا أيضا محل اتفاق. واختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم يجوز قطع المندوب بعد الشروع فيه، واستدلوا على ذلك بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم، طيب هذا الدليل في الصيام، فين الصلاة؟ فين بقية النوافل، الاعتكاف مثلا، صلاة العيد وغير ذلك؟ فقالوا هذا من باب الفرض والبناء، وهو مصطلح جدلي عند المشتغلين بآداب البحث والمناظرة، أنه توجد مسألة ويكون دليلها أخص من دعواها. الكلام ده صعب عليكم ولا حاولوا يكون الدليل أخص من الدعوة؟ هي الدعوة إيه؟ إتمام المندوب بعد الشروع فيه، أرسله أو صم، يبقى الدعوة عامة. طب الدليل الصائم المتطوع أمير نفسه، ده يبقى إيه؟ فلما يكون الدليل أخص من المدلول أو أخص من الدعوة
بيقولوا بقى المسألة مفروضة في الصيام ثم تقاس الصلاة وبقية المندوبات عليها، هذا القياس يسمى بناء. والمسألة كلها في علم الجدل اسمها الايه؟ الفرض والبناء. ايه؟ الفرض والبناء موجودة كتير. الشرط الشرعي، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف؟ ده المسألة. لكن المسألة فرضت في تكليف الكفار بالفروع، ومسألة تكليف الكفار بالفروع مسألة فرعية وليست مسألة ايه؟ أصولية في الأصل. لكن الدليل اللي قام على لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ففرضوها في الصلاة ثم قاسوا غير الصلاة ايه؟ عليه. فاهمين الله؟ طيب، وقالوا الشافعية ومن وافقهم قالوا الصائم اسم فاعل، فهو حقيقة في من تلبس فعلا بالصيام، يعني طلع الفجر وهو ناوي الصيام وطلع عليه الفجر فشرع في الصيام فله أن يقطع، مش ناوي بس يعني، لأن الصائم اسم فاعل مشتق، واسم الفاعل حقيقة في من قام بالاشتقاق أو قام بالفعل حقيقة، ويكون مجازا على خلاف في غيره. المالكية قالوا ايه؟ قالوا الصائم معناه مريد الصوم، هو بالليل اصوم بكره ولا ما اصومش؟ بكره درجه الحراره كام يا ابني؟ اصوم ولا لا؟ بكره في محشي ولا حن فول لا فول نصوم يعني بالليل كده، يعني هو لسه بالليل وعمال بيفكر حيصوم بكره ولا لا. فهذا الصائم مريد الصوم، يعني الصائم مجازا، عشان نتعلم ولو بصوره خفيفه كيفيه بناء الفروع على الاصول. إذن مريد الصوم يعني الصائم مجازا امير نفسه، ان شاء صام وعقد النيه قبل الفجر، وإن شاء أفطر بألا ينوي الصوم. ده كلام مين؟ كلام الملكي. الشافعية قالوا أنتم ترتكبوا المجازات من غير حاجة، من غير ضرورة. قال لا، إحنا بنرتكب المجاز، إحنا معانا أدلة. ما هو ما فيش ارتكاب مجاز بدون دليل، مش قلنا المجاز يحتاج إلى دليل؟ تخصيص يحتاج إلى دليل، تقييد يحتاج إلى دليل، تخصيص يحتاج إلى دليل، صح ولا إيه؟ طيب أنا أدل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أن الله نهى عن إبطال الأعمال، وقطع الصيام بعد الشروع فيه إبطال للعمل، فهو منهي عنه. فهذا هذا المعنى بيبطل عمله ولا بطلش عمله؟ بيبطل عمله. بيبطل عمله يعني صيامه يعني. فقالوا لهم الشافعية، قالوا لهم لا، ده إبطال العمل هنا بالشرك بالله، لأني للآية الأخرى التي تقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك. فقالوا لهم طب والحج والعمرة؟ وإحنا متفقين معا على وجوب الإتمام، وإحنا متفقين معا على وجوب الإتمام. فقالوا لهم الحج والعمرة لهم خصوصية، فإن الحج نيته في النافلة كنيته في الفريضة، ويجب المضي في فاسد الحج والعمرة
يعني إذا واحد أفسد الحج والعمرة بجماع يجب عليه أن يمضي حتى نهاية النسك، أفلا يجب المضي في صحيحه؟ لا، فهمتم بالله؟ والحقيقة أنا بتكلم باعتبار الوارد في عموم كتب الأصول، وإلا فمن الشافعية من يوجب الإتمام بعد الشروع، وأيضا فيهم من يقول إن قول أصحابنا الشافعية بعدم وجوب الإتمام بعد الشروع لمن نوى أن يقضيه غير كلام المالكية، الكلام المالكية جاي غير كلام المالكية، قالوا لا، عند الشافعية قول بأنه يجوز ترك المندوب بعد الشروع فيه إن نوى أن يقضيه، هذا قول عندكم يا شافعية. ومن هنا اقتربوا شوية منين؟ من المالكية، واقتربوا من الحنفية، لأن عند الحنفية إني يقضي يجب القضاء، وتحرير القول عند المالكية أنه يجوز ترك المندوب بعد الشروع فيه إلا في 7 مواضع، منها الاعتكاف ومنها الصلاة. الله، المذاهب إيه؟ اقترب بعضها من بعض. ما بتعرضونا ليه المسألة على إنها معركة؟ وصلت الفكرة؟ ما أريد أن أوصله لكم، وصل؟ إذن القول بوجوب إتمام المندوب بعد الشروع فيه قول عند الشافعية أيضا، وبخاصة عند من يقول، وأنا مش متأكد، لعله أبو إسحاق المروزي، عند من يقول يجوز ترك المندوب بعد الشروع فيه بشرط العزم على القضاء. والذين قالوا بوجوب إتمام المندوب بعد الشروع فيه استدلوا مع الآية ولا تبطلوا أعمالكم، استدلوا كذلك بحديث الذي ذكرته لكم، هو دليل هناك في المسألة ودليل هنا أيضا، اللي هو إيه؟ هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن إيه؟ وقال له سأله عن الصلاة فقال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ شوفوا بالكم من السؤال، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع فتكون إيه؟ فتكون عليك، لأن القاعدة تقول السؤال معاد في الجواب. فحينما أقول من حضر فيقول المسؤول أحمد، يعني حضر أحمد، لأنه وارد فين؟ في السؤال. من تغيب فيقولون علي، أي علي إيه؟ تغيب علي، فالسؤال معاد في الجواب. فإذا كان السؤال معادا في الجواب فيكون المعنى هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع فتكون إيه؟ عليك، فيجب عليك الإتمام، فيجب عليك الإتمام. طيب، مش عارف نوسع شوية في المسألة دي ولا نقف. قال ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة، ويدخل مع أبي حنيفة مالك، ولكن تحرير المذهب في 7 مسائل
قال ووجوب إتمام الحج، يعني يجيب عن سؤال مقدر يقول فما لكم أوجبتم إتمام الحج المندوب وإتمام العمرة المندوبة بالشروع. قال ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما، الذي هو الايه المضي في ايه المضي في فاسدهما، لو فسد فإنه يجب المضي في الفاسد ولا يجوز له أن يقطع، فلا أن يجب المضي في الصحيح من باب ايه من باب أولى. في بقية ذكروني بها حينما نلتقي إن شاء الله في المسألة، يعني أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.